معدلاتهم يعني الفصل الأخير الآخر آخر 73 أقل 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 واحد قبل، يجونا معدلات 4 وغيرها. أنتم ما شاء الله تطلعون من السنة التحضيرية، الجامعة تحضركم ممتاز جدا، معدلاتكم عالية، فالكل يبغى يروح إدارة أعمال، الكل يبغى يروح مدري حاسب آلي، الكل يبغى يروح. العام الماضي جاني طالب والله نسيت اسمه الأول، فلان فلان آل الشيخ، مقبول إدارة أعمال، وجاء قال دكتور أنا مقبول إدارة أعمال لكن ما أبغى إدارة أعمال، مع احترامي له وجهة نظر. قلت لي غريبة، إحنا الطلاب من عندنا يروحون إدارة أعمال أو يفكرون بعضهم. اليوم جاني واحد بيعتذر عن مادة، يقول أبغى أعتذر لأن لازم يجيب معدل أبغى أحول إدارة أعمال أو بطلع من الكلية، وأنا متأكد الترم الجاي بنلقاه موجود عندنا. زين، فالأخ اللي جاي من إدارة أعمال هذا قال لي دكتور إدارة الأعمال وغيرها أي كلية أي تخصص، حتى حنا عندنا في الكلية التخصص اللي عليه إقبال كثير من الطلاب علوم الأغذية فيه فوق 370 طالب، ما هم يعني حتى اللي بيتعين المعيد ما يقدر، لأن كم واحد جايب فوق 375 المعيد أقل معدل له. فهذا جاي يقول أبغى كلية فيها عدد قليل، وأنا لي رغبة في الاقتصاد الزراعي في كذا فأبغى، فحول عندنا. فما أبغى أطيل، الكلية فيها يعني ما أبغى أطيل في الآن، فيها 6 أقسام تقبل البكالوريوس، هي طبعا 8 أقسام لكن 6 منها تقبل البكالوريوس، يعني فيها برامج بكالوريوس، والقسمين الأخيرين هذول فقط دراسات عليا. فقسم الإنتاج النباتي، هذه الأقسام موجودة، إنتاج النباتي والإنتاج الحيواني وقاية النبات، هندسة زراعية، اقتصاد زراعي، علوم أغذية وتغذية. طبعا قسم الإنتاج النباتي يهتم زي ما تقال بالمحاصيل الزراعية، تنميتها، الثروات الطبيعية، إدارة الغابات والمراعي وغيره وغيره من المجالات. احنا عملنا كتيب هنا بس بعطيكم بس مثال على القدرات اللي يعني الطالب يكون يعني يلم فيها، بس عشان تعرف انه ايش النوع القدرات اللي الطلاب اللي ما استطعت اني اطبعها كطباعة. في قسم الانتاج النباتي على السريع، القدرة على ادارة البيوت المحمية والمشاتل الزراعية، القدرة على ادارة وانتاج البذور، القدرة على ادارة وصيانة الغابات والمراعي الطبيعية، القدرة على إكثار وإنتاج نباتات الزينة والزهور وتصميم وتنسيق الحدائق. في نقطة يعني أشير لها قبل لا، وهذه تنطبق على جميع برامج الكلية. الآن توجه الجامعة وفي معهد ريادة الأعمال في الجامعة تعرفونه، يجينا كل سنة يلقي محاضرة، أكثر كلية عندها لخريجيها فرص أنه يصنع وظيفته بنفسه في كلية الأغذية والزراعة، لأن طبيعة المقررات اللي تدرس عندنا تعلمك مهارة، تعلمك يعني تكنيك معين. يعني افترض أنه الآن أنا وجدت طالب جاء ويبغى قسم الإنتاج النباتي، قلت له ليش تبغى؟ قال أنا أبغى أعمل مؤسسة مركز لإنتاج المسطحات الخضراء، النجيل الطبيعي هذا الآن يجي في لفات، هذا في بزنس كبير. زين، في طالب يدرس في وقاية النبات، خلنا بس عشان نمشي بالترتيب. القسم الثاني اللي هو الانتاج الحيواني، الانتاج الحيواني الآن مجلس الوزراء العام الماضي شجع قرار مجلس الوزراء على تشجيع الاستثمار في الدواجن، فالفرص أنا كنت أدرس طالب، كنت أقول له أنا أدرس تربية نحل وانتاج العسل، كنت أقول له ممكن يعني تخلص من حتى قبل تتخرج تعمل مشروع صغير. قال لا يا دكتور أنا أصلا عندي مزرعة دواجن كلفتني 50,000 قرض، الآن الحمد لله مبسوط عنده مبلغ قريب من قرب على 1,000,000، هو لسه طالب كان يربي، عمل مزرعة دواجن يربي الدواجن يبيعها بالريال مكسب 100% على شركات الدواجن الكبيرة، يبيع المنتجات الصيصان الصغيرة. فكل قسم وتخصص عندنا يعطيك فرصة أنك تعمل بزنس خاص فيك. الآن زي ما أنتم ملاحظين التوجه للخصخصة، التوجه لتحويل حتى خدمات الحكومية إلى شركات. أنا مستشار في وزارة الزراعة وتوجه كثير في المجال اللي أشتغل فيه إلى تشغيل المحطات اللي تنتج النحل وطرود النحالين وما غيره إلى تمسكها قطاع خاص.
فلا تفكر دائما انه انت تبغى وظيفه حكوميه ولا وظيفه كذا، وفي نفس الوقت فكر، حتى لا تفكر كثير في القطاع الخاص، خل عندك تفكير ابداعي في انك تعمل مهاره او تصنع وظيفتك بنفسك. الانتاج الحيواني مشاريعهم الكثيره اللي ممكن يعني يشتغل فيها الواحد في اداره المشاريع الانتاج الحيواني المختلفه. القدرة على إدارة وتشغيل مشاريع الدواجن والألبان وتشغيل مصانع الأعلاف. طيب المجال أو التخصص الثالث وقاية النبات، مشكلة الآفات والأمراض اللي تصيب النباتات، هذه برضو تدرس في هذا القسم. القسم الوحيد اللي في المملكة يدرس اللي هو كيفية أو تقدير متبقيات المبيدات في الأغذية، وهذه لو واحد تخرج من القسم هذا وعمل بس مختبر لتحليل الأغذية، تحليل متبقيات المبيدات، تخيل يعني إيش ممكن أنا أول واحد ممكن أروح أعمل عنده، إذا أحد عنده مزرعة، أحد عنده منتجات يحلل له متبقيات المبيدات فيها. فهذه يعني أيضا مشاريع لإنتاج العسل، هذه فيها فلوس كثيرة، ترى محلات بيع العسل هذه ترى فيها بزنس كويس. الهندسة الزراعية تهتم بمجالات الآلات والقوى الزراعية. طبعا لبعضكم بيفكر الهندسة الزراعية لا درجة أقل من الهندسة اللي هي كلية الهندسة، يعني بعضهم يجي هندسة زراعية يفكر أنه يتخرج مثلا مهندس نفس المستوى، لا هي في درجة أقل مهندس أوكي، لكن في الدرجة الوظيفية أقل بدرجة واحدة. لكن قسم من الأقسام اللي عليه إقبال في الكلية عندنا، وأنا دائما أنصح الطلاب يعني لا تروح للأقسام اللي عليها إقبال كثير، لأنك لن تتميز ولن تجد فرصة كثيرة، في كل ما زادوا عدد الخريجين كل ما قلت فرصة التوظيف. وين المنظمين لو سمحت؟ أحد من الإخوان منظم؟ اي دكتور جيت؟ دخلت اي الدور الارضي نفسه، دخلت المبنى اللي قدام الباب على طول ادخل. اسال بس اسال الشباب في احد، انا اقول له وين اللقاء حق المساري. المبنى اللي قدامك في احد زميل جاي بالله يكلمه. طيب يا اخوان، فالقسم اللي بعد كذا قسم الاقتصاد الزراعي، وهذا قسم يعني يهتم بالاقتصاد، بغض الاقتصاد التطبيقي، بالاقتصاد ومفاهيم الاقتصاد هي واحدة سواء في الزراعة أو في غيرها. هذا القسم يعطيك يعني فرص للسوق والاقتصاديات وحساب التكاليف وغيره، كما في التخصصات الاقتصاد الأخرى. طبعاً قسم علوم الأغذية والتغذية من أكبر الأقسام في الكلية، وهذا القسم في عدد كبير من الطلاب، فوق 350 طالب. لكن زي ما قلت لكم يعني فرص تدخل في تحدي آخر. تفضل دكتور عبد الرحمن. تدخل في تحدي آخر لإثبات نفسك مع الطلاب الآخرين كل ما زاد عدد الطلاب. طبعاً نجي على قضية التوظيف، اللي ما طبعا التوظيف عدة جهات ممكن التوظيف فيها، ومشكلة التوظيف ليس فقط في عندنا بالكلية، معظم كليات الجامعة يعاني الخريجين منها من التوظيف، لكن هي نسبة وتناسب. دكتور عبد الرحمن تفضل. لكن هي نسبة وتناسب، فأنت في أي مكان تكون فيه تبدع ستجد فرصة العمل. أترك فرصة للدكتور عبد الرحمن الداود، مساعد وكيل جامعة للجودة والتطوير سابقا، وزميل في قسم وقاية النبات في كلية علوم الأغذية والزراعة، ليعطي أيضا نبذة عن الموضوع. تفضل. السلام عليكم شباب. كيف حالكم؟ وش تحبون؟ رياضيات؟ كيمياء؟ لا ايش؟ زراعة. لا حد زعل عليك. هذا ما يحتاج الكاميرا. بس اللي هو سؤالي، ايش البلد اللي تحبها؟ ولا ما يحتاجه؟ لا صحيح حقيقة.
الشيء الثاني قهوة. ثالث ها كم جاي في هذا الثاني؟ ثالث رياضية ها غير كيمياء. كيمياء كم فيها؟ ممتاز حاسب كم فيه؟ ممتاز ها فيزياء وين؟ فيزياء كم فيها؟ 100 ممتاز ها أحد يحب هي أحد يحب يدخل في جسم الإنسان جسم الحيوان جسم النبات ويشوف خلق الله كيف أحيان شباب أهم شيء أنا بروفيسور الآن في الحجارة وأحب الحجارة وأعتز إني تخصي حشرات أبحاثي عالمية في الحشرات الآن أنا من كبار المختصين في سيستم في الحضارة في المملكة العربية السعودية وفي العالم وأنا خبير في الزراعة وانتخبت قسم وقاية النبات الدكتور عبد العزيز من ضمننا الدكتور عبد العزيز نحل عسل وهو عسل حلو؟ لأني لقيت حشرة قلت إيش هذا؟ كنت أحب الحياة حلو؟ ورحت للدكتور حق حشرات مصر قلت إيش هذا؟ لأن العرب قال لي يا عم روح زي ما قال زروع زين؟ ترى أحب لا أنا مصمم إني أشوف إيش هذا الحشرة قال انت جد ولا ضيعتي معي شباب جد وقت الشباب كانوا يروحون هندسه زراعيه يروحون علم هندسه وقت صار اللي لا زالوا كلها يروحون لها طبعا اغلب كلها يروحون لها ليش؟ مع الدراسه عشان حلو حلو عشان لا 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 عشان ها؟ عشان لا عشان ينقر ايوه هذه الاشكاليه اشكاليه الطالب انه معذره ها مو كلكم طبعا زي كذا انه ما يدو ينقر صح وما يدو ايش يحب ولا عارف شو يصير مستقبل صحيح والله وما عنده يقول انا الفلاش الفلاش عطني ولا انا أنا أعرف طالب دخل لا لازال مفتوح الفايل خلنا نقفل الفايل أي فوق طيب خلنا بس نقفل الفايل أحيانا دقيقة وخلنا كذا هذا حاسم ما قالوا الحاسم ست سنوات من فوق أي بقفل خلاص رجعوا أحيانا دقيقة رجع امتيازات قالوا ليش ما تعرف ليش ما تعرف القدرات ليش نفسك لا تروح مع القطيع روح مع نفسك فأنا لما قرأت الحشرات قلت ليش أبغى وقاية؟ شو يقول يا أخي هندسة ومغنية اقتصاد؟ لا أنا هاوي حشرات الآن أنا طبعا أبغى أمدح نفسي ليش؟ عشان أعلمكم إني واعي وإني معتز والآن شركات تقول لي عطلة طلاب وقاية عينهم الآن ولاحظوا يا شباب الفوضى الزراعية صارت قبل 40 سنة كانوا طلاب في كلية زراعة عادي وكلهم تعينوا الان الحكومه والشركات ايش حيحصل لهم في السنوات الحاليه؟ حيتعثرون حيصير في فوره هذه اذا الوظائف هي الاكثر اذا يجب ان تخاف عن ايش؟ ايش ابغى احب اني ادرس؟ ليش انا اروح تخصص صعب ودرجات كلها دارجه واعقد نفسي حلو؟ من اني اروح لتخصص احبه كيمياء عندنا المبيدات الآن الهيئة الغذاء والدواء أغلبهم وقاية النبات نائب الهيئة من الكيمياء من المبيدات معي شباب المؤسسين الهيئة كله من الزراعة هيئة FDA رواتب ودراسات ماجستير يتنون لك ولا دكتور صح وأظن دكتوراه القصد أنه أنا ما عندي مانع تروح اللي تبي بس أهم شيء إنه اللي تبي أنا ما جاء أقول لكم تعالوا زراعة لا أنا جاء أقول لكم روح لما تريد أنت روح لما تنبسط فيها أنت تركز فيها أنت هذا هو الهدف الأساسي هذا واحد الدكتور قال لك ما أقسامي كلية ولا لا؟ الدكتور الأخ الحبيب هذا قال والله أنا كنت ماخذ صراحة نظرة والكلام حلو سلبية عن الكلية بس عجبتني هندسة الزراعية نفس الأخ بيقول عن أخذية
نفس ما احنا نقول على الاقتصاد، نفس ما احنا نقول على الانتاج النباتي، اوكي؟ وابغاك تقول نفس الشيء على الوكالة النباتية. انا متعصب. متعصب ليش؟ ليش؟ سوسة النخيل. حشرات. انتو مرض. انتو مو باللاتيني حشرة. لوجي ايه؟ علم. مو دراسة، علم. اوكي؟ إذا علم الحشرات. حلو؟ صراحة ابداع خالق الحشرات. عالم الحشرات عالم يعني بحر. الآن الدرونز، عارف الدرونز؟ أسلام. كل البيهيفير حق الدرونز معتمد على ايش؟ الحشرات. الرعاشات تعرفونها؟ العيون الكبار راسها كبير. الدفاع. زين؟ الهليكوبتر مبنية على أساس. فأنت بإمكانك أنك في المستقبل تسوي أشياء كبيرة عظيمة مبنية على دراسات سلوكية للحشرات. عبد الرحمن داوود. عندي سؤال، شوف العمل طيب. ما اخذ الاعتبار لما اخذ الاعتبار. احنا شفنا شيء منطقي. موجه التقاعدات تبدا الان من الثوره الاولى اللي كانت 1400 صح؟ احنا 49 ولا؟ سنه حتتقاعد ناس كثير. حتستبدل ب 500 الله يعطيكم العافيه. معاك؟ تكلم كل شيء. لا تدرس تخصص عشان وظيفه. لانك حتقعد 40 سنه بتخصص يمكن انت ما تحبه. صح ولا لا؟ تدخلت من الدرجات 100% وانا احب الرياضيات ممتاز وعندي درجات انا بروح للحاسب والهندسه ما عندي مشكله. بس هل انت تحب انك تكون مهندس مدني؟ هل انت تحب تكون اي تي سبيشالست؟ معي شباب؟ اذا تحب ممتاز روح وقفل. لكن اذا ما تحب انت حاطه في جهتك عشان وظيفه لا. وبعدين ترى في فرص لل 100% هذولي إعادة وابتعاد. إلى الآن الحين أنا أتقاعد بعد 3 سنوات أو 4 سنوات، دكتور عز بعد بسنتين معاي من حين يستبدلني؟ أنت هتكون بعيد الآن أو بعد 4 سنوات. فهمت قصدي؟ أي سؤال ثاني؟ خلصت؟ خلصت 10 دقائق؟ 10 دقائق. طيب احنا نشكركم ما نبغى نطيل لانه بعدنا الناس اللي انتم جايين علشانهم لكن انا بحاول احفظ بعض الوجيه وارجو يعني ما هو عن شيء بس لو واحد منكم جاء عندنا الكليه يجي بس يقول يسلم علي يعني يقول انا من الناس اللي حضرت اللقاء ونتمنى الله يشرفك يا زكي نتمنى ان شاء الله لكم التوفيق وزي ما قال دكتور عبد الرحمن ابدع في المجال اللي انت فيه يعني لو الواحد مهما كان يبدع سيجد نتيجه ان شاء الله لعمله والله يوفقكم إن شاء الله ونتمنى لكم التوفيق والبلد بحاجتكم البلد بحاجتكم في أي مجال تكون فيه انتوا شايفين الوضع بشكل عام بلدنا بحاجة لكل ذرة عقل فيك حتى يعني ترفع من شأن هذه البلد المملكة العربية السعودية بحاجة أبنائها في هذه الأوقات لازم تعمل فكرك في أي شيء تتعرض فيه ويكون هدفك الله أولاً ثم دينك ووالديك ولا تنسون والديكم والله يوفقكم إن شاء الله شكرا جزيلا سنة أخيرة تبي تكون في كلية في القاعة 100 ولا كلية في القاعة 10 10 شكرا